التقلبات السياسية في لبنان كالتقلبات المناخية مع رعاية عدم احترام خصوصية الظرف والزمان، هكذا يستخف البكوات بدماء مواطنيهم وبالوطن نفسه. بهني نفسي فيك. يعارض صباحا، يبارك ظهرا، وينحني مساء، هكذا قال عنه يوما العماد ميشيل عون. يراوده حلم التقسيم فيتهم به الآخرين ويشتم رافضي العمالة، متطاولا على المطالبين بالسيادة والاستقلال ومهددا بالمدفع والتهجير الذي طبقه أحسن تطبيق. سأل مرة في مجلس الوزراء لماذا لم يتصدى الوزراء المسيحيون لكلام البطريرك صفير على الوجود السوري في لبنان، وأشاد بالجيش السوري معتبرا أنه صمام الأمان في هذا البلد ولا يجوز أن ينسحب لأنه ضمان، ومن دونه لا يمكن للبلد أن يستمر، وإذا تم الانسحاب فإن الانقسام سيعود إلى الجيش والمؤسسات. وليد جنبلاط رجل إنجازات عظيمة تكلم عليها في مناسبات عدة، فأعطى بنفسه عن نفسه صورا لا يمكن أن تمحى من ذاكرة أحد مهما ضعفت الذاكرة. سئل مرة عن المخطوفين والمعتقلين لديه فاعترف بأنه قتلهم ولم يبقى لديه أحياء، وعلى الشاشة الصغيرة تكلم على الرشوة فقال إنه كان مزنوقا وقبض، ولما أراد أن يعطي صورة عن حكام البلد وصفهم بأنهم حيتان مال، معتبرا نفسه واحدا منهم ومعترفا بالتملص من دفع الضريبة بمسك دفاتر محاسبة مزدوجة ومزورة لإخفاء الأرباح وادعاء الخسارة تجاه دوائر مالية الدولة. يعتبر الفصام أو سكيزوفرينيا من الأمراض النفسية الأكثر شيوعاً، وهو علمياً مرض دماغي مزمن يصيب عدداً من وظائف العقل فيسبب اضطرابات في مجرى التفكير وفي السلوك الذي يتخذ طابعاً ارتدادياً في غالب الأحيان. أما عوارض الفصام فهي على الشكل الآتي: أولاً اضطراب التفكير، إذ يفقد المريض القدرة على التفكير في شكل واضح ومنطقي ومترابط ويقتنع بأفكار غير صحيحة اقتناعاً تاماً. ثانياً اضطراب المشاعر، كأن يذكر لك موت والده بكل هدوء ومن دون أي انفعال. ثالثاً اضطراب الإدراك، إذ يبدأ المريض بسماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة على أرض الواقع. رابعاً اضطراب السلوك، إذ يقوم المريض بسلوكيات غريبة مثل اتخاذ وضعيات غريبة أو تغيير تعابير وجهه في شكل دائم أو القيام بحركة لا معنى لها في شكل متكرر. خامساً اضطراب اللغة والكلام، إذ أكدت بعض الدراسات الحديثة أن مرضى الفصام يعانون من صور مختلفة من اضطرابات اللغة أو الكلام، فيمكن أن يعرفوا بمجرد سماع أقوالهم لأن الاضطراب يظهر واضحاً في بناء الجملة الكلامية ومدلولات الألفاظ. غير أن الأبحاث العلمية التي تنفي أن يكون أحد محمياً من هذا المرض تشدد على أن هناك مجموعة من الناس يكونون أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم وفقاً لعناصر أبرزها: أولاً القرابة، فمع أن الفصام ليس مرضاً وراثياً بالكامل إلا أن الوراثة تلعب دوراً مهماً فيه. ثانياً المخدرات، فمن يتعاطى المخدرات خصوصاً منذ وقت مبكر يكون أكثر عرضة للفصام. سيد وليد مساء الخير. مساء الخير، يعني كنت عم أحضر قسم من هالمداخلات. نعم. مش عم بفهم شو علاقة الذنب أمام التسونامي. ليش علاقة الذنب والاعتذار والخوف أمام شخص تجربته كلها السياسية والعسكرية فاشلة، يتفضل يوافق على الطائف ويتفضل يرفض 1559 ويتفضل يمشي مع حماية المقاومة، بعدين بنحكي، بعدين هو عم يحكي عن الفساد وهو ملتحق بكل رموز الفساد المطلق، بيت المر، بيت الفرنجي وغيرهم، وين رايحين؟ ليش خايفين منه؟ غلبناه ببعض عليه، بغض النظر عن التصويت المسيحي
كان معنا 30% من الفدائيين المسيحيين وثيقوا وراح يزيدوا. خلص حاجة بقى هلاكة الذنب من التسونامي اللي أتينا من مكان آخر. تفضلوا. برأيك يجب يعني أستاذ وليد عم تطالب أنه نفتح الملف نفق الدملة ونحكي عن هذه التسونامي وما نخاف من هذه الأسطورة مثل ما عم بتقول؟ نفتح كل الملفات حجبة ما نجيب تاريخ بشلعه من وقت ما كان بالصيدة أيام معروف سعد لليوم يعني إلى حرب الإلغاء ونسلف عتا. وليد جملات أكد أثناء التحضير للانتخابات النيابية الأخيرة أن لا يمكن لسولانج الجميل أن تمثل بيروت، كيف يمكن لها أن تتجول في بربور؟ سأل. وبعد أيام فقط قال إن لا مانع لسولانج أن تمثل بيروت وأن تتجول في بربور. وليد جملات قال في فترة التحضير للانتخابات النيابية الفائتة إنه لا يمكن أن يتخلى عن بعض نوابه من أجل أخذ مرشحين من القوات اللبنانية، لكنه عاد وفعل. وليد جملات قال إن سلاح المقاومة ضروري من أجل منظومة دفاعية، ومن ثم عاد ورفض منطق المنظومة الدفاعية، لا بل سخر منه ليعود لاحقا إلى المطالبة به. وليد جملات كان ضد إرسال الجيش إلى الجنوب، ومن ثم عاد وسأل عن سبب عدم إرسال الجيش إلى الجنوب. وليد جملات حذر بعد اغتيال الحريري من سقوط النظام في سوريا، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى صعود حركات أصولية إسلامية، ومن ثم عاد وقال إن سقوط النظام في سوريا لن يؤدي إلى صعود الأصولية، وإن من يقول ذلك هم أبواق النظام. وليد جملات طلب بتغيير النظام في سوريا في الوقت الذي نفى فيه أن يكون أحد في فريقه يتدخل في الشأن السوري. وليد جملات نفى أن يكون قد حرض أمريكا أثناء زيارته الرسمية لها ضد سوريا، لكنه عاد واعترف أنه حث أمريكا أثناء زيارته لها على تشديد الضغوط على سوريا. وليد جملات مدح مرحلة حكم الرئيس حافظ الأسد، لكنه عاد وانتقدها بعنف. وليد جملات قال إنه سامح من قتل والده، ومن ثم عاد وغير رأيه. وليد جملات قال في مقابلة مع الواشنطن بوست إن حرب بوش في العراق ألهمته، ومن ثم عاد واعتذر عن التصريح قائلا إنه كان في فترة نفسية صعبة بعد اغتيال الحريري، وإن التصريح لا يعبر عن آرائه، لكنه عاد ونفى النفي في مرحلة لاحقة. وليد جملات اتهم أمريكا بالمسؤولية عن فوضى وتفجيرات العراق، ومن ثم عاد واتهم سوريا بالمسؤولية نفسها. وليد جملات أصر على إنشاء التحالف الرباعي، ومن ثم عاد ونفى وجود التحالف الرباعي. وليد جملات طلب باتفاق الهدنة، ومن ثم عاد ووافق على القرار 1701 الذي يتناقض مع اتفاق الهدنة. وليد جملات قال لجريدة الول ستريت جورنال إن لبنان يحتاج إلى قوات دولية لتنتشر فيه على طريقة كوسوفو، لكنه قال في مقابلة مع الاي ام بي بعد ايام فقط ان من يريد تحويل لبنان الى كوسوفو هو جاهل. هذا غيض من فيض وليد جملات الذي لم نكن نرغب في العودة اليه لولا اصرار بعض اركان الحزب التقدمي الاشتراكي اولهم النائب مروان حمادي على التعاطي في مناطق لا تعنيه ولا تعني حزبه كالمتن والاشرفية وبمنطق تهديدي مرفوض. مما يخاف وليد جملات؟ ماضيه، حاضره، مستقبله، أعماله، ارتباطاته، كل هذه الأمور مجتمعة، فهو فقد كل معايير العلاقة بين البشر، إذ ينكر ما يقول، ومن ثم يقبل بما تنكر له، وبدلاً من التزام الصمت كي لا يلفت الأنظار إليه، فإنه يعطي دروساً في الوطنية والأخلاق، هكذا قال يوماً العماد ميشيل عون. يعني حط حالك محلا انت اللي مسايقها كلها، لو الله مقرر ياخدك ما بظني كان مخليك. لدور شمعون وجورج عدوان تاريخ متجذر في الشوف أثبت حضوره وجدواه من خلال تمثيل التيار الوطني الحر 70% من أصوات المقترعين المسيحيين. هكذا قضى الأبناء على إرث الأباء والأجداد السياسي والمادي،
وهذه هي المعايير التي يختار من ضمنها وليد جنبلاط نواب الشوف المسيحيين. في العام 1960 وكل الرئيس فؤاد شهاب لكمال جنبلاط منطقة الشوف ومنحه حق القرار في هذا الإقليم بعد التقسيمات التي تضمن للدروز وحدهم حق حسم فوز المرشح إلى البرلمان. وهنا بدأت مشكلة المسيحيين خصوصا في عهد الورثة الأبناء الذين لم يرثوا عن أبائهم سوى لقب العائلة، فبوجودهم سقطت التوازنات والحسابات التي كان يفرضها الرئيس كميل شمعون المدعوم من أصدقائه كجميل عدوان والد النائب الحالي جورج عدوان. بين العدوان والخوري والدوري من يختار الحزب التقدمي الاشتراكي الذي وحده إذن من يفرض عبر أصوات طائفته الوازنة في الشوف النائب المسيحي، النائب الذي يسلم أوراق اعتماده إلى المختارة ويحمل وسام استحقاق كرايتم. إلا أن جماعة الديوانية وبعدما سقطت أحلام ربيع أذار سقطت المصالح التي كانت تجمعهم، فالنائب وليد جنبلاط هنا مثلاً فضل الجلوس بعيداً عن سعد الدين الحريري وبعيداً عن سمير جعجع، وهو الذي عاد لينادي بالجنبلاطية العربية اليسارية التي لا تلتقي بالطبع مع القوات والكتائب. إلا أن جنبلاط لا يقطع شعرة معاوية مع سعد الدين الحريري الذي يفتح خطوط الأموال السعودية له. وأمام ذلك من يكون حمار العرس، وهي تسمية أطلقها دوري شمعون، ومن يصبح العريس في الشوف؟ جورج عدوان من مؤسسي حركة التنظيم في السبعينيات، حركة كانت مدعومة من الشعبة الثانية في المؤسسة العسكرية. بعد العام 85 وبعد الانتفاضة على الاتفاق الثلاثي أصبح عدوان نائب رئيس الجبهة اللبنانية مقرباً من سمير جعجع، صاحب نظرية مش مطلوب تفهم المهم عبر عن رأيه. وصل في العام 2005 إلى النيابة بخيار وليد جنبلاط، فالقوات كانت مع وصول جورج شكيب سعادي آنذاك. لجورج عدوان ألقاب كثيرة في الشوف يعرفها مسيحيوها ودروزها، وهي أتت من وحي الحرب الأهلية. يذكر أن ما تواجد من قواتيين في الشوف يخضعون لرقابة الحزب التقدمي الاشتراكي في مساراتهم اليومية، ولم تشفى علاقة المصالح بين رئيسي الحزب والقوات لحركتهم ولوجودهم. كميل شمعون الرئيس الذي أسف في مراحل حياته على عدم فعالية ابنيه طلب من نجله دوري في العام 77 اعتزال السياسة، وربما استعاد وليد جنبلاط اليوم معاني نصيحة شمعون الأب فوجد في هذه الشخصية الأهلية الكافية لأن تكون في الشوف. لأصدقاء كميل شمعون مأخذ على دوري، فإن دوري لا يحفظ لا العهود ولا الصدقات. دوري شمعون باع الإرث السياسي والمادي، فهو ينتظر رضا آل الحريري الذين حاولوا محو التاريخ. فمدينة كميل شمعون الرياضية كادت أن تصبح مدينة رفيق الحريري الرياضية، وبعد باع دوري شمعون منزل السعديات الشمعوني لآل الحريري، وباع منزل داني في دار القمر إلى مايك نصار الذي قتل في الخارج، وباع البيت المركزي للأحرار في شارع لبنان. هو حصر إرث لآل شمعون قد يعوض عنه بمقعد النيابي. أما أشهر وأهم مقولات دوري شمعون، تعود حلفاؤنا في 14 أذار أن يطلبوا من حزب الأحرار ودوري شمعون أن يزيحوا من الدرب وأن يعكزوا علينا ويركبوا على ظهرنا من دون أن نحصل على شيء. هذه هي قصة حمار العرس الذي يركب على ظهره العروسان ليتزوجا وينبسطا، بينما الحمار بالكاد يحصل على كمشة شعير. أما غطاس كوري الورقة الخاسرة دائما، فلا بالقصر الجمهوري عيد ولا بالشوف سيحضر العيد. المهم أن سمير جعجع يستجدي المقعد القواتي، وهو يريد اليوم جورج عدوان في الشوف كتمثيل قواتي. الاستجاء هذا يشكل عقدة نقص عند القوات التي عجزت عن الوقوف في وجه التيار الوطني الحر في السياسة والشارع، فالعماد عون يسمي النواب ويختار التحالفات. فكم من معركة مقاعد يخوضها جعجع حتى مع حلفائه الذين يرفضون التمثيل القواتي. اللقاء الديمقراطي الذي ساهم بتواضع بتسوية الدوحة مستعد أن يقدم كل المساعدة في أي مجال من أجل نجاح العهد فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. صراع العدوان والدوري على مقعد الشوف قد يكون حسمه جيفري فيلتمان الذي طلب من وليد جنبلاط ضرورة تنصيبه نائباً
على أن تكون أحدى الحقائب الوزارية جائزة ترضية لسعد الدين الحريري الممثل بغطاس خوري. لم يعد جميل عدوان وكميل شمعون إلى الشوف وهما اللذين كانا من أعز الأصدقاء، بل عاد العريسان دوري وجورج، أما العروس فبقيت دائعة ما بين المختارة وعوكر وكرايتم. أما الشهود التيار الوطني الحر الذي يمثل 70% من أصوات المسيحيين في محيط الاحتفال، والذي لم ولن يوقع على محضر عريسي الطاعة والعروس الضائعة وشؤيمة العرس من دون معازيم. ما في زوم حدا يكون حمار، ما في زوم حدا يكون حمار، كل واحد لازم ياخد، لازم ياخد قد ما بيقدر يعطي وقد ما بيستاهل. عطينا ضحايا كثير، مش حتى اليوم يجوا يقولوا لنا لا انتم مش موجودين، لا نحن موجودين، نحن موجودين، نحن منأسر ونحن الحمد لله محبوبين. إذا كان لبنان يحمى بالتفاهمات الوطنية، فمن يحمي المواطنين من عبارات القدح والذم التي يطلقها السياسيون نتيجة اختلافاتهم المصلحية والظرفية؟ المزيد مع وزير الطاقة والمياه ألان تابوريان. متأسف على المستوى اللي وصلنا عليه. تطاول النائب بطرس حرب. الظاهر ما بعرف، يمكن أعصابه اهترت، ما بعرف ليش عم بيعمل هيك. الحملة على ألان تابوريان. الحقيقة عم تنكشف، بيتبين انه ما في خطة، عم نسمي شيء خطة هي خطة مش موجودة، بيتبين قديش صار في هدر آخر 10-12 سنة، وجيت بحل عم بيخربط الخطة اللي ما بعرف شو هي هالخطة، بس خطة اللي عندهم إياها براسهم عم تتخربط. بطرس حرب سيطرح الثقة بتابوريان. أنا حاضر. خلفية طرح الثقة. ما بعرف، لأنه بآخر النهار بدي أقول إنه عملت هيك، حنفرجي شو عملنا، الأرقام معي. حملة رئيس الحكومة المبرمجة. هلأ ما بعرف شو مبرمج هو على الكل العالم مش بس لإلي. منبعت المشاريع لرئاسة الحكومة بتنام شهر واثنين وثلاثة وأربعة، وإذا ما صار في ضغوطات بتطلع نايمة. متأسف يعني، كان في عنا هالفترة 9 أشهر كان في كتير شغل بيقدر ينعمل، بس طريقة التعاطي بالمواضيع عم بتخلي الأمور تتأخر. لماذا تطويق وزارة الطاقة؟ موضوع مش فهمينينه. يمكن آخر مرة إجا وزير قبل مني فات بالتفاصيل بالدقة اللي أنا فات فيها، يمكن آخر مرة من 15 سنة تكين هون الله يرحمه الوزير جورج فريم. أنا شخص صناعي وبفوت بالتفاصيل وبعمل الحسابات يعني تقريبا بإيدي، والموضوع واضح والأرقام ما بتكذب، واحد وواحد بيعملوا اثنين. أنا هون ماني جاي تاجر، مش إنه واحد وواحد شو بيعمل الجواب عم تشتري أما عم بتبيع، لا أنا عطول عندي واحد وواحد بيعملوا اثنين. هل نجحت في التوازن بعملية التقنين؟ لسوء الحظ ما نجحت، ما نجحت على أنه أنا جربت، والصراحة يعني اللي طلبوا هالشي مني أساساً كانوا أكتر نواب الموالات، نواب الموالات اللي إجوا وقالوا يا مع الوزير ما بيجوز أنه مناطقنا ما نوصل، نحنا كهربتنا أقل من 12 ساعة، وكيف ببيروت وبقرى الاصطياف يكون عندهم كهرباء شبه 24/24 أو 21/24 حسب المناطق. طلعت شفت أنه مطالبهم حقها، قلت لهم تكرم عينكم نحطها بالبيان الوزاري، حطينا شيء بيان وزاري
دغري بعد ما توافق صار في توافقوا على موضوع البيان الوزاري اجوا لعندي انه يلا طبقها. قلت لهم لا ما رح طبقها هلا لانه في قرار صادر من قبل ما اجي انا جاي من رئيس الحكومة هو الداخل تيعمل هالشي وبيخلص فترة معينة انت نوصل عليها تكرم عينكم حنعطي الكهرباء توزيع عادل على كل اللبنانيين. واذا قبل بجمعة جمعتين صار في حملة طويلة عريضة موضوع انطرح بمجلس الوزراء واتخذ قرار انه لا خلي الكهرباء لبيروت 21 ساعة. هلأ بفهم انه اهالي بيروت يكونوا هن مرتاحين احسن لهم 21 ساعة بس اخر نهار في موضوع العدالة. هلأ صار في تفسير الى انه هيدا بيدفع وهيداك ما بيدفع وكذا. ما اصلا 80% وقتها كان بترول كتير غالي اغلى من هلأ. كان يمكن 80-90% من كلفة الكهرباء كانت مدعومة، يعني المواطن كان عم يدفع انجا 10-20% من الكلفة. فما عدت عملية انه مين عم يدفع مين عم يدفع. وبعدين يعني اذا بنطلع نحنا بنشوف انه السرقة موجودة بكل لبنان بس طريقة مختلفة. ما بعتبر هيدا عذر فينا نمشي فيه انه في مناطق عم بيدفعوا. في مناطق كمان صحيح انه يمكن يكون في سرقة 30-40% من العالم ما بيدفعوا بس بيكون هول لا بيأخرونا ما بيعملوا شيء، يعني لانه ارقام كتير صغيرة مناطق كتير فقيرة ومن كل الطوائف هي موجودة على كل لبنان. فؤاد السنورة وخصخصة الكهرباء. اصلا ما في طرح خصخصة لانه اذا ما نحكي عن خصخصة الكهرباء معناتها لازم يكون عنا سوق حر، سوق حر تنافسي، يعني بيكون في 5-6-7 شركات بيأنجوا كهرباء وهالشركات بيتنافسوا بين بعضهم. هلا هو المطروح اليوم انه ننشئ معامل بيملكون المعامل القطاع الخاص وبفوتوا بكونترا على فترة 20-25 سنة، الدولة مجبورة تشتري منهم بسعر بيتفقوا عليه هالكهرباء. ما في منافسة، ما هيدا ما اسمه خصخصة، هيدا يعني ما بعرف بالشعار اسمه خصخصة. عم نجرب نقطع عملية انه بدنا نخلي القطاع الخاص بأسعار اغلى بكتير، قطاع خاص هو يستثمر. هل يتجاوز رئيس الحكومة صلاحيات الوزراء؟ امرار نعم. موازنة 2009 طالما ما رح يزيدوا الموازنة مشان نقدر نبلش نشتغل بسدود اللي ملفاتهم حاضرة أكيد رح سوي ضد الموازنة. علاقة الأرمن بسعد الدين الحريري؟ لا علاقة، ما في علاقة. يعني من سنة 2000 الله يرحمه رفيق الحريري قال وقتها انه ما عندنا اشكال نحن نجيب النواب اللي بدكم اياهم، ما في عندنا اشكال، بس بدهم يفوتوا وينضموا للتيار المستقبل. هذا الشيء رفضناه وبعدنا عم نرفضه. الارمن ولبنان؟ لا انا لبناني من اصل ارمني. هو زمن انتحال الصفة ونشر الأضاليل وتسويق الأكاذيب، بداية التزوير من نشرة إخبارية المستقبل التي بعثرت في كلمة العماد ميشيل عون في ذكرى 14 من آذار، ما يشكل عدم احترام لجمهور المستقبل بالذات الذي سيشاهد حقيقة ما ورد في الكلمة عبر الشاشات الأخرى. ما كان مقصوداً به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط صورته أخبار المستقبل على أنه إقرار من العماد ميشيل عون بتلقي الرشاوى. أنا كنت مزنوق وقبض. أخبار المستقبل لم تكتفي بتزويرها المفضوح بل تخطته إلى تصوير النقد الذي وجهه العماد عون إلى الكتلة الوسطية والشواذات في القضاء على أنه هجوم على النائب ميشيل المر والقضاء اللبناني.
هل احنا مرتاحين لقضائنا ام انه مسيس حتى احمر راسه لاخمس قدميه؟ الوسطيين عم بيموا حالهم بجلد جديد، ولكنه منه جلدهم الاساسي هو مصلحي، هو تجمع فشل في السياسة اللبنانية من بداية وجوده.